سجين أمريكي متهم بجريمة قتل في ولاية ألاباما الأمريكية، ستنفذ بحقه قريباً عقوبة إعدام جديدة أثارت حالة من الجدل دولياً، فيما إذا كانت وسيلة إعدام أم تعذيب. السجين ويدعى كينيث سميث سيعدم بربطه على نقالة ووضع قناع للتنفس على وجهه، ثم ضخ غاز النيتروجين النقي الذي قد يسبب حرمانه من الأكسجين والوفاة. مفوضو الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اعتبروا وسيلة إعدامه ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية المهينة والمحظورة بموجب القانون الدولي. We are alarmed by the imminent execution in the United States of America of Kenneth Eugene Smith through the use of a novel and untested method, suffocation by nitrogen gas. This could amount to torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment under international human rights law. بالمقابل علق مكتب المدعي العام الأمريكي على قرار الإعدام بأن الحرمان من الأكسجين سيسبب فقدان الوعي في غضون ثوان ويسبب الوفاة في غضون دقائق، ويخطط محامو السجين للاستئناف على الحكم المقرر تنفيذه في 25 يناير كانون الثاني الجاري، مؤكدين أن الولايات تحاول جعله مادة اختبار لطريقة إعدام لم تتم تجربتها. وفي حال رفض دعوى الاستئناف سيصبح سميث أول إنسان يتم إعدامه باستخدام غاز النيتروجين في أمريكا.